بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. رجعناكم بحلقة جديدة عن ببجي موبايل. اليوم يا شباب عندنا سكنات خرافية، عندنا بدلتين، بدلة الخنزير وبدلة المجموعة المتوحشة ما اعرف شنو، وعندنا سكن الفيكتور. سكن الفيكتور دائمي، بس البدلتين راح تكون مؤقتات لمدة 10 ايام ان شاء الله. وراح نلقى هذا العرض موجود هنا، مكافأة وفيرة، مكافآت وفيرة. اوكي يا شباب، هذا هو سكن الفيكتور. هذا سكن دائمي شبيه بسكن الاوم اللي موجود بالماسي المستوى التقييم يعني. وعندك هذه البدلة، بدلة الخنزير، وعندك هذه مال المجموعة السفاح. هذه هي البدلة، بدلات حلوة لمدة 10 ايام. هسه اذا تضغط عليها راح تشوفها لمدة 10 ايام، بس عندك الفيكتور مملوك يعني دائمية، هذا السكين مالتها دائمية. اوكي يا شباب، زين شو راح نحصل على هذين الشغلات؟ شايفين ذن مثل القطع النقدية او العلبة، البوصلة، هذه البوصلة الذهبية وهذه البوصلة الفضية. البوصلة الذهبية تقدر تحصلها من تلوت، بس اكثر مكانين موجودات بيها اللي هي روز هوك ويسناية. روز هوك ويسناية راح تلقى اكثر شيء، واكثر شيء تلقاها بيسناية. طبعا نادرة، هاي مو بكل الاماكن تلقاها، يعني مثل خوذة ثلاثة ودرع ثلاثة يعني نادرة من تلقاها، بس اكثر الاماكن الموجودة بيها هي موجودة روز هوك ويسناية، واكثر شيء يسناية. طبعا هذا العرض هستوى نزل، يعني ما صار له هواية، يعني تقريبا صار له ساعة او 3/4 ساعة. تقدر تجمع ثلاثة، تقدر تجمع ستة منها ذول البوصلة الذهبية وتحصل على هذا سكن بكل سهولة، دوس استيراد وتحصلها. وهنا عندنا البوصلة الفضية، نجمع 30 بوصلة وتاخذ هذا السكن، وهذا كذلك 20 بوصلة وتاخذ هذا السكن. طبعا هنا كاتب لك العرض ايش وقت ينتهي، ينتهي يوم 30 شهر 9. اوكي يا شباب، عندك هاي قسيمة ينطيك اياها، انت متركز على هذا. طبعا البوصلة البرونزية، انت عندك اهم شيء البوصلة الذهبية والبوصلة البرونزية. عندك هنا مال الرحلة جمال الدخول، هذا هنا ينطيك تسجيل الدخول 4 ايام، راح ينطيك البوصلة البرونزية تقدر تاخذ منها هذه هنا القسيمة الكربونات العفو تقدر تاخذها. وعندك هنا الفضية تسجل 5 ايام ينطيك 3 هم حتى تكمل بها الباقيات. هذا كان كل شيء اليوم يا اصدقائي. اذا استفدت من الفيديو لا تنسانا من لايك وسبسكرايب ومشاركة المقطع ويا اصدقائكم. اشوفكم بخير. It's caught in the crossfire.